انا بتفق معاك تماما يا سعيد. كمان في جزء مهم جدا هو قد ايه الناس دي كانت كمان حريصه على عوده الجماهير. البريمير ليج بعوده الجماهير انا في اعتقادي عوده الروح للبريمير ليج، مش بس على مستوى التسويق، مش بس على مستوى الدخل اللي كان بيعتمد انديه كتيره بتعتمد على صحيح. دخل تواجد الجماهير، لكن على مستوى الشكل، على مستوى شكل الملعب، روح الجماهير اللي طبعا كل اللعيبه على مستوى العالم اضافت كتير جدا. الجماهير هي روح كره القدم، وبالتالي كمان انه يعني ان هم ظبطوا موضوع عوده الجماهير دي باحترافيه كبيره جدا، خطوه كبيره يعني هو سبقوا الناس فيها، وكان مهم اقتصاديا حتى المدخل. مظبوط. لما تشوف الانديه الاسبانيه حاليا بتعاني بسبب ازمات ماليه، يمكن اكتر الانديه تاثرا بازمه كورونا، فلا الجمهور اضاف اقتصاديا، اضاف كتير جدا للانديه على مستوى الاداء. في انديه ما بتعرفش تلعب من غير جمهورها، او مستواها بيقل او بتتراجع. يمكن اكتر فريق في العالم استفاد من عوده الجمهور هو ليفربول. 50% من قوته نهم جمهور ليفربول. ملعب مرعب، لما تشوف كل تصريحات لعيبه مانشستر سيتي امس هم بيتكلموا على ان ده اصعب ملعب في العالم بيشوفوه. شوف تصريحات فودين قال نفس الكلام، دي بروين، نجوم كبار جدا حاسين وشاعرين بقد ايه انك تلعب وسط الجمهور ده امر صعب جدا. شوف انفعالات بيب جوارديولا، مش سهل انه ينفعل، واشتباكه مع الجمهور صحيح. اساسا ولو كان ده على مستوى المنافس، ما بالك بقى كمان على مستوى صاحب الارض. صاحب الارض بقى شوف مدى اللاعب بيتاثر ازاي. فاعتقد ان ليفربول كان ضحيه كورونا، لانه فقد قوه كبيره جدا. يمكن جوارديولا كان غالبا او في وقت كتير جدا بيشتكي ان جمهور مانشستر سيتي ما عندوش النهم ده والنغم ده، ما عندوش القوه دي في دعم فريقه. كان دايما يطلب يقول اتمنى اشوف حضور جماهيري اكبر في الابطال، اتمنى اشوف تشجيع طوال الوقت. ده مش موجود عند كل الانديه بشكل كبير. فليفربول استفاد جدا جدا من عوده الجمهور واضاف له الكتير. واعتقد ان جوارديولا غير محظوظ انه ما عندوش جمهور ليفربول، لانه فعليا دي نقطه يفتقدها الجمهور، مهم جدا جدا. طبعا.